الآن أيها الإخوة والأخوات، عن هذه القوى التي وقعت عن هذا الاتفاق يتحدث السيد الواثق البرير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه. السادة والسيدات، غادة العمل الوطني السياسي والمهني والمدني والثوري والديني، سيد القائد العام للقوات المسلحة، السيد قائد الدعم السريع، السادة والسيدات ضيوفنا في السلك الدبلوماسي والبحثات الإقليمية والدولية، السادة والسيدات الإعلاميين والإعلاميات، الحضور الكريم مع حفظ المقامات والألغاب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرحمة والمغفرة لشهداء الثورة المجيدة، وعاجل الشفاء للجرحى، وعودة آمنة للمفقودين، وتحية فخر وإعزاز لشباب المقاومة الباسلة، وتحية صمود وشموخ للمرأة السودانية وهي تسطر مسيرة التاريخ بأحرف من نور. باسم القوة الموقعة على الإعلان السياسي التي تمثل قوة الثورة والتغيير وقوة الانتقال، أسمح لي في هذه المناسبة التاريخية أن أحيي الشعب السوداني الصابر والمثابر الذي علم الشعوب ما معنى التضحية والصمود والتمسك بالحرية والديمقراطية، والذي أكد بأن الردة مستحيلة وأن النصر قادم بإذن الله. إننا في هذا اليوم نستلهم نضال الشعب السوداني من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة على مر التاريخ، ونستشرف عهد جديد يؤسس للحكم الديمقراطي والعقد الاجتماعي الجديد. السادة والسيدات، إن هذا الاتفاق الإطاري عنوانه استعادة الحكم المدني الديمقراطي وإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة، وغايته توحيد بنات وأبناء شعبنا تحت ظل مشروع وطني غايم على الحرية والسلام والعدالة والمواطنة، في إقامة سلطة مدنية ديمقراطية تستكمل مهام الانتقال ومقاصد الثورة، وتنهي للأبد ظاهرة الشمولية. ومنطلقاته هي ثورة ديسمبر كمنصة للانطلاق نحو بناء السودان الذي يسع الجميع ويوفر الحياة الكريمة لمواطنيه، وينصف النساء، ويهتم بقضايا الشباب، ويحدث قطيعة تامة مع ممارسات الماضي التي أقعدت ببلادنا من اللحاق بركب الأمم في التقدم والتنمية والديمقراطية والاستقرار. فالتضحيات العظيمة لشعبنا وتراكم مقاومته وشهداء الذين يمثلون السودان كله، سيما جمر الشباب الذي أوغد قناديل الأمل وشعلة الحياة بعد طول عقود عجاف وتضحيات عظيمة ضد نظام الإنقاذ، وحتى يومنا هذا. فإن هذه التضحيات لا بد لها من أن تبني وطنا جديدا ملهما وفاعلا يأخذ المكان الذي يستحقه في الإقليم والعالم. وأهداف هذا الاتفاق الإطاري هي: واحد، إقامة سلطة مدنية كاملة من قوى الثورة وقوى الانتقال ملتزمة بمبادئ وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة. 2، تهيئة المناخ الحر واحترام حقوق الإنسان ووقف العنف وتنفيذ إجراءات تجعل من العملية السياسية أمراً محسوساً ينعكس في حياة وواقع الناس. 3، الالتزام بمناقشة القضايا الأربعة المنصوص عليها في هذا الاتفاق الإطاري بغية الوصول إلى اتفاق نهائي
وتحقيق أوسع ومشاركة من قوى الثورة والانتقال في موضوعات الاتفاق النهائي. الحضور الكريم، لم يكن التاريخ الذي ظل السودانيون وما زالوا يسطرونه منذ ديسمبر 2018 مجرد كتابة عابرة على الرمل، وإنما هو ثمرة تراكم نوعي وكمي للمقاومة الباسلة ضد النظام المباد. كان المشهد ولا يزال إسطوريا لشعب يصنع المجد ويكتب تاريخ ويشرئب إلى السماء لينتغي صدر النجوم. كان صراعا بين الاستبداد والحرية، وبالتالي بين ترسانة القوانين الغمعية والرصاص وقنابل الغاز والزنازين من جهة، وبين إرادة الحياة ونشيد الحرية والحلم النبيل من جهة أخرى. انتصر الشعب السوداني على الاستبداد رغم إيغاله في الغمع والبطش، انتصر عليه بتضحيات جسام قدم فيها أعز ما يملك وهو دماء بناته وأبنائه على مذابح الوعد بالحرية والحياة الكريمة. وكانت القوة التي تسلح وانتصر بها على الاستبداد هي سلمية ثورته ووحدة قواه. يأتي توقيع الاتفاق الإطاري اليوم ليعلن البدء في عملية سياسية تنطلق من دروس وعبر تجارب السودان ومن تجارب المنطقة ومن العالم، والتي تنبع من قناعة راسخة بأن بلادنا تستشرف عهد جديد يؤسس خلاله لحكم مدني ديمقراطي، وينهي الانقلابات العسكرية للأبد، ويحقق العدالة والسلام، وينهي دولة التمكين لصالح دولة المواطنة المتساوية للجميع في الحقوق والواجبات في الوطن الواحد المحتفي بتنوعه الثر ذو السيادة الكاملة، والذي يتعامل مع دول الجوار والإقليم والعالم على أساس الندية والتعاون والمصالح المشتركة دون تمحور. انطلقت العملية السياسية من إرادة وطنية، وقامت على الشفافية والتشاركية تعزيزاً للثقة والمصداقية بين كل مكونات الشعب لاستعادة المسار المدني الديمقراطي الذي يحقق مقاصد الثورة وأهداف الانتقال المتمثلة في 1. إنهاء الانقلاب والنأي بالمؤسسة العسكرية عن أي عمل سياسي، وتأسيس سلطة انتقالية مدنية بالكامل في مستوياتها السيادية والتنفيذية والتشريعية. 2. تأكيد مبدأ العدالة والمحاسبة بما في ذلك آليات العدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب على الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان. 3. التأكيد على الإصلاح العسكري المفضي لجيش مهني واحد يقوم بواجبه في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي. 4. التأسيس الجديد لمسار تحول مدني ديمقراطي حقيقي بأسرع وقت وأقل تكلفة. 5. استلام المدنيين للسلطة وفق أعرض توافق بين القوى السياسية والمجتمعية والمدنية والثورية على أساس الإعلان السياسي الذي وقعته هذه القوى التي اجتمعت اليوم حول الاتفاق الإطاري. 6. الاتفاق على مرجعية دستورية تغنن لفترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. 7. بناء الثقة بين مكونات الشعب السوداني، وذلك بأن تكون العملية السياسية شفافة وذات مصداقية. 8. توسيع قاعدة دعم وإسناد للفترة الانتقالية بأوسع قاعدة ممكنة من قوى الثورة والتغيير والقوى الوطنية الرافضة لأي توجهات شمولية، والمؤمنة والملتزمة بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ودولة المؤسسات وسيادة حكم القانون. 9. تأسيس مسار انتقالي جديد يستفيد من دروس التجربة الماضية، ويقيم فترة انتقالية أكثر فاعلية تحقق أولويات متفق عليها، وتقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتحقق سلاما شاملا ومستدام.
السادة والسيدات، إن الفشل المستمر في الوصول إلى إجماع وطني كافي لمشروع البناء الوطني أدى إلى إضمحلال وتدهور الدولة السودانية وهشاشة المجتمع والأوضاع المعيشية الكارثية والحروب والحلقة الشريرة في الحكم، ليأتي هذا الاتفاق لوضع حد للسياسات الخاطئة والاتجاه نحو مسار جديد أصبح ضرورياً وملح لوقف التدهور والانحدار نحو نفق الفوضى والتفكك. وفي ذلك فإن ثورة ديسمبر تمثل فرصة تاريخية نادرة للبناء وحشد الطاغات والإصلاح والمصالحة والمعافاة والوحدة والاتحاد والنهوض واستعادة الحكم المدني وإنهاء الحروب وتوطين السلام والديمقراطية واستدامة التنمية. السادة والسيدات، إن هذا الاتفاق الإطاري استند على هدي ثورة ديسمبر وأحلامها ورغبة الشهداء والأحياء في إقامة العدل والعدالة الانتقالية برضاء أصحاب الحق والمصلحة وترك عقود من الإفلات من العقاب خلفنا وفتح قضايا العدالة أمام مرأة ومسمع من الرأي العام والوصول إلى خارطة طريق واضحة تحقق العدالة والعدالة الانتقالية بسمات سودانية تأخذ من الحكمة الوطنية والممارسات الإنسانية. نؤكد أن قضية إصلاح وبناء الجيش الواحد المهني هي قضية استراتيجية. هذه القضية تحتاج إلى وضوح والتزام ومساندة وطنية شاملة تستوعب طاقات الشباب وقوى الثورة والقوى الوطنية لإصلاح وبناء قواتنا النظامية التي تدين بالولاء للمؤسسة والوطن أولاً وأخيراً. وفي ذلك فإن الاتفاق الإطاري سيستكمل ببرنامج واضح ودقيق لعملية إصلاح وبناء القوات المسلحة التي تحقق شعارات ثورة شعبنا الخالدة: جيش واحد شعب واحد. سيما أن هذه المهمة تأتي في ظل تعقيدات إقليمية ودولية يحتاج إنجازها للعدالة والمصالحة والتعافي بين كافة بنات وأبناء الوطن. الحضور الكريم، إن التزامنا بالسلام هو أمر استراتيجي لا حياد عنه، سيما اتفاق جوبا لسلام السودان والذي سيخضع للمراجعة بغرض التجويد والتقويم وضمان قوة دفع جماهيرية مؤيدة لهذا الاتفاق، مع التأكيد بأن مراجعة هذا الاتفاق هي جزء من المراجعة الشاملة التي شملت الوضع الدستوري ومهام وهياكل الفترة الانتقالية. وفي ذلك لابد من تحديد دقيق لنقاط المراجعة دون المساس بمكتسبات مناطق الحرب وما حققته من مكاسب لجماهير تلك المناطق. وفي ذلك لابد من استكمال السلام مع كافة الأطراف غير الموقعة وإيلاء قضية شرق السودان الاهتمام اللازم. ونؤكد أيضا على استقلالية ومهنية وحيادية مؤسسات الدولة وضرورة إصلاحها والتأكيد على مبدأ تفكيك التمكين الحزبي وبناء دولة الوطن بديلاً لدولة الحزب، مما يعزز من قومية الدولة مؤسساتها على أساس المواطنة المتساوية ومراعاة كاملة الحقوق والواجبات الدستورية وبغرض الإصلاح للانتقام أو التشفي وبقوانين وآليات تستند على مهنية مؤسسات الدولة وتضمن قوميتها والمعاملة المتساوية للمواطنين أمام القانون ومؤسسات الدولة وتعزيز مبادئ العدالة والمحاسبة والشفافية ومكافحة الفساد، ويؤسس لدولة الرعاية الاجتماعية ورفع المعاناة عن كاهل الفقراء والتوزيع العادل للثروة والمشاركة في السلطة والتمييز الإيجابي للمناطق أقل نمواً. السادة والسيدات، أعلننا في الاتفاق الإطاري التزامنا بتعزيز مشاركة المرأة السودانية وبنسبة لا تقل عن 40% في المجالات السياسية والاقتصادية في الدولة
بعد عقود من القهر الذي طال النساء وإلغاء كافة القوانين المغيدة لحرية وحقوق المرأة بما يحقق كرامة النساء ومشاركتهن، وتواثقنا على عدم شرعية استخدام القوة أو الانقلاب، ونؤكد التزامنا التام بعدم اللجوء للقوة العسكرية في العمل السياسي أو الانقلاب. أول انقلاب على السلطة المدنية وحل كل اختلاف وتباين بالرجوع للمبادئ والأسس والمؤسسات التي حددها الاتفاق الإطاري. واتفقنا أيضا على انتهاج سياسة خارجية تخدم المصالح الوطنية وتعزز علاقات حزن الجوار والتعايش السلمي والاستقرار الإقليمي والدولي. الحضور الكريم، إن الاتفاق الإطاري والاتفاق النهائي سيشكلان مرجعية ومحتوى الدستور الانتقالي لتأسيس مسار انتقالي جديد يستفيد من دروس التجربة الماضية، ويقيم فترة انتقالية أكثر فاعلية تحقق أولويات متفق عليها، وتقود البلاد لصناعة الدستور الدائم المتشاور عليه قاعدياً، وانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتحقق سلاماً شاملاً ومستداماً، وتضمن معيشة كريمة للمواطنين في المدن والريف، وتعمل على إرساء أسس اقتصاد مستقر وتنمية مستدامة تهتم بأقاليم السودان جميعها وولاياته بشكل منصف. ختاماً، نجدد العهد مع شعبنا بمواصلة مسيرة النضال والكفاح والبناء من أجل حياة كريمة وحرية وسلام وعدالة وديمقراطية، ونؤكد التزامنا بالعمل الدؤوب من أجل رفعة وطننا والزود عنه والمحافظة على سيادته وترابه. ونشكر أخواننا في الجانب العسكري للتحلي بالروح الوطنية والاستجابة الصادقة لرغبة الشعب في الحكم المدني الديمقراطي، ونشيد بالدور الوطني الذي تحلت به القوى السياسية والمدنية، والتسامي فوق مرارات الماضي والتواضع من أجل الوطن والمواطن، ونثمن ونقدر عالياً الدور الكبير المخلص الذي لعبته الآلية الثلاثية والمبادرة الرباعية والاتحاد الأوروبي والترويكا ودول الجوار والأصدقاء والأشقاء في تغريب وجهات النظر، ونحيي صمود وتضحيات قوى الثورة الحية في لجان المقاومة والمجتمع المدني والمهنيين والنازحين واللاجئين الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية والسلام والعدالة والديمقراطية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.